انها الفتنه يا اخ محمود، انها الفتنه. ما لو كل اب ساب بنته تتقدم قدامه هنبقى كلنا قرايل. من راى منكم منكرا فليغيره بيده. الله اكبر. اه يا حجان اضرب بيدي من حديد. ما اضرب بيدي من حديد. لا بقى انت زودتها قوي. اطلع بره، اطلع بره، اطلع بره بقى. قادر بيكون بيكون. صباح الجوافه، روق يا برنجي. انا تطردني من المحاضره؟ انا هبطلها الشغلانه دي خالص. والواد تامر عليها النعمه بحصيل. تامر ايه يا راجل وكلام فاضي ايه؟ روق دماغك. هاي جوهي انت امتي؟ هو مدلوق عليها ملوخيه ولا حاجه؟ مالها مزرع اخضر كده ليه؟ بكره تدبل وتصفر. تصفر؟ صدق هيثم ان انا حبيتك، انت ابن حلال يا دبور. وانت حبيبي. السيجاره دي يا دبور؟ دي مش سيجاره. امال ايه ده يا دبور؟ دي خابور. تديني خابور يا دبور. كبكوني لك مزاج كل زي القشطه. لا 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 يا مورجان، دي تبع عدي. عدي ابني؟ ما انت مين؟ ما انت مين برضو؟ اه ازيك؟ جايز لي خابور يا دبور. دن بابا. بابا ايه؟ ده انت اللي بابا. حضرتك ما انتم واختك ما انتما وانا ولا دارب حاجه. بابا ده خليني اشرح لك بس. مين دي؟ دي نورهان. البنت دي شفتها قبل كده بترقص ورا عاصي الحلاني في كليب. لا دي نورهان صاحبتي الانتيم. انتوا جايين تقدموا ولا جايين تتعلموا؟ دي لا جامعه ولا تعليم ولا اي حاجه. ما كل واحد يزنق اللي بنت على الترابيزه ولا في مدرب يقول لك ما انتم بقت انتما هي. مين ده يا اخوانا؟ انت بتقل ادبك ليه؟ فين امن الجامعه؟ ده قول لي امن الراجل ده. امن ايه يا عم؟ ده احنا نقطعه هنا. قطع مين يا كوكو؟ ده ابويا. ابوك ابوك يبقى يقعد باحترامه. انا محترم غصب عنك وعن اهلك. امال انت برج ايه؟ العذراء. هنكذب من اولها. احمد مرجان بروسيدز تو ذا دينز اوفيس. يا استاذ مرجان، في شكوى مقدمه ضدك من الطالب تامر عبد الله. تامر شاكين انا؟ ده حتى يبقى حرام يعني. الشكوى اللي متقدمه فيك مش بصفتك ولي امر، انما بصفتك زميل تامر وعلياء. انت اهنت تامر واهنت علياء، والكلام والحاجات اللي عملتها دي ما يصحش تتعمل في الحرم الجامعي. يعني عايزانا اشوفه بيانت مع بنت واسكت؟ يا ممكن حضرتك جرحت مشاعري. والله ايوه. وممكن كمان يرفع عليك قضيه تعويض بسبب الاضرار النفسيه اللي سببتها له قدام زمايله. بس انا بقى اقنعته يجي يقعد معاك وتتكلم. طب والاخ تامر المجروح عايز مني ايه بالظبط يعني؟ تعتذر له؟ اعتذر له وانا شايفه بانت مع بنتي قدام عيني؟ ده حاجه عجيبه والله مش فاهم. مشاعر تامر تجاه علياء مشاعر زميل بيقدرها وبيحترمها وبيحبها. ولما هو بيحبها ما تقدمش ليه؟ ما دخلش ليه من الباب؟ يور امبوسيبل. مين؟ هو مش بيحبها الحب ده. امال بيحبها حب ايه؟ يا ممكن علياء دي انتمتي. اعترف الواد اهو، ما انت مع علياء. يا ابني ترضى ان انا انت مع عمك؟ لو كانت مامي مش مقنتمه انا عن نفسي ما عنديش مانع، بس يا انكل في النهايه ده قرارها هي. التربيه والاخلاق اهم مليون مره من التفوق العلمي. مظبوط حضرتك. بس هم ما اجرموش يعني. لا يعيب الطالب او الطالبه انهم في قليل من الاحيان يقنتموا مع بعض. برضو ماشي حقكوا عليا، انا غلطان. دماغك يا ابن ابو سعد. دي مش جامعه، ده كباريه. يرضيك اللي بيحصل ده يا اخ محمود؟ لازم تعرف يا اخ مرجان ان الساكت عن الحق شيطان اخرس، وانت لن تسكت عن هذا الفجور، ونحن جميعا وراءك لنطهر الجامعه من الفساد والرذيله. العلم صاحبين يا اخ محمود. صاحبين يعني ايه يا اخ مرجان؟ ما انت مين؟ اعوذ بالله من غضب الله. يا اخ مرجان انا بدعوك للانضمام الى اسره نور الحق لنكون معا جبهه ضد الانحلال والتسيب. انا معاكو. الخبور اخرس يا فاجر يا منحل يا سافل يا عدو الله. مرجان احب اقدم لكم الاخ مرجان احمد مرجان، عضو جديد معانا في اسره نور الحق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دي الاخت باكينام، زميله معانا في الكليه وعضوه هنا في الاسره. وعرفت ازاي انها الاخت باكينام؟ الاخت باكينام بتدي دروس دينيه لهدايه الطالبات في الجامعه. اللهم ارضى عليكي، اللهم ارضى عليكي يا اختي باكينام.
انما اخ محمود ايه النشاطات اللي بتعملها اسره نور الحق بالظبط يعني؟ لا لا نشاط كتير والحمد لله. يعني احنا مثلا بننظم رحلات ترفيهيه للطلبه. حلو حلو قوي. لزياره اضرحه اولياء الله الصالحين. الله اكبر. وبنقيم مسابقات بين الطلبه. جميل. في حفظ القران الكريم والحديث الشريف. لا حول ولا قوه الا بالله. واخيرا يا اخ مرجان اصدرنا جريده نور الحق بالجهود الذاتيه. طب والاخلاق يا اخ محمود؟ الاخلاق وديك شايف منظر البنات في الجامعه عامل ازاي، البلوزات في الطالع والبنطلونات في النازل. لا حل سوى الزواج يا اخ مرجان، فالزواج يصون الفتى والفتاة من الوقوع في المعصيه. الله، يتجوز ازاي وهم لسه بيتعلموا واهاليهم بتصرف عليهم؟ يا اخ مرجان ان زواج المسلم والمسلمه ليس في حاجه الى حفلات صاخبه. يعني يتجوزوا في السر؟ الزواج في السر اهون بكثير من الفضيحه في العالم. عرف يعني. حلال حلال حلال. يعني انتوا برضو مقنتمين ودي تفرق ايه؟ السلام عليكم. ولادي فين؟ فين ولادي يا دكتوره؟ ايه ده؟ انت ازاي تقتحم البيت بالشكل ده؟ اقتحم ده انا اكسر البيت ده فوق دماغي. يلا تقعي على البيت على اخر الزمن مش هعرف اربيكوا. يلا على البيت. من فضلك ما تزعقش هنا، ده بيت محترم. محترم هو انا اعرف ليه ولادي بعد كده؟ انا خلاص سيبت شغلي كله وعدتكم في الجامعه، اما تشوف اخرتها ايه؟ يلا تقعي على البيت. يلا. خلاص اليغم اللي كنتوا عايشين فيها خلصت. من هنا وراح مفيش فلوس ولا عربيات ولا موبايلات، واذا كانت الجامعه ما عرفتش تربيكوا انا هربيكوا. مستعرين مني وانتوا تعروا بلد؟ وانا كنت موديكوا الجامعه عشان تتعلموا ولا عشان تنتجوا وتسيبوا البيت وتمشوا يا كلاب؟ انت بتعمل ايه هنا؟ انا هنا عشان الفالنتاينز دي يا انكل. ما عندناش حد بالاسم ده. ده عيد الحب يا انكل. وجاي تحب مين هنا ان شاء الله؟ انا جايب الدبدوب ده لعلياء، يا ريت تطلع لها حضرتك وتقول لها تامر عاوزك. تطلع لها وقول لها ان تامر عايز. اطلع لها انا. انت قلت لي اسمه ايه ده؟ دبدوب يا انكل. عارف لو صوتك بيتكلم عليها تاني هقطعها. الو يا مرجان، ما تيجي تفروت الشيء وتليط الضيق، في ماسوره نسوان ضربت في المكان. طب انا شويه كده وجاي لكم. بابا. نعم.